ومما ينبغي أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هناك ليلة ينزل فيها الوباء، فإنه قد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: غطوا الإناء وأوقوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. فالشاهد هنا أن هناك ليلة في كل سنة ينزل فيها الوباء. ومن جميل ما يذكر أن مسلم رحمه الله بعد أن ساق الحديث نقل عن الليث بن سعد رحمه الله تعالى أنه قال: فالأعاجم عندنا يتقون ذلك في كانون الأول. وسبحان الله العظيم، هذا المرض، هذا الوباء الذي فشى في الصين والذي يسمى بكورونا، سبحان الله قد فشى في الصين في هذا الشهر، في شهر كانون الأول، في شهر ديسمبر. فسبحان الله، هذا من عجيب وجميل ما يذكر.